انا اسف على التاخير، معلش كان عندي استاذ فاروق. فاكر لما سالتك عن اجراءات فك الوديعه من البنك؟ ايوه يا فندم. فاكر لما انا قطعت الجواب لما عرفت ان المده طويله؟ لا يا فندم، اظن حضرتك ما قطعتهوش. غريبه. على العموم اتفضل، دول 5000 خليهم في الخزنه عندك. حاضر. انا هتجنن، انا متاكده ان انا قطعت الجواب ده. ما تنسيش يا نور انك انت اياميها اعصابك كانت تعبانه. هي كانت تعبانه بعقل، مرض بابا والعمله اللي عملها مالدي اللي انا لغايه النهارده مش قادره افهم سببها ايه. قولي لي يا نور، ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. لو ما كانش مجدي غلط الغلطه اللي عملها مع الشركه كان ممكن تتجوزيه؟ واضح انك لسه مش قادر تفهمني يا باشمهندس احمد. مش انا اللي اتجوز انسان كل مؤهلاته انه ابن فلان الفلاني. يا عالم يا عالم، مش كده يا عالم، الراجل مش هنا. قلبت القهوة يا عم ابو زيد. عارف يا فهمي عارف، بس مفيش في ايدينا حاجة يا ابني نعملها. يعني ايه؟ الراجل وبنته يجي يسألوا على القهوة نقول لهم راحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارف حسن اتأخر ليه، هو وراه آخر؟ لاحظته على خبر، الظهر تعبه دخل المستشفى. لا مستشفى ولا غيره، القهوة خلاص راحت يا عم أبو الخير. الله يسامحك يا باشمهندس أحمد، عشمنا وخلينينا. مش معنى إن أنا عملت العملية يا أحمد يبقى أنا خفيت. أنا فقدت جزء من المعدة، والدكتور حذرني من أني أبذل أي مجهود دلوقتي أو بعدين. الكلام ده أنا ما قلتوش لنور أو والدتها، مش عاوزك أنت كمان تبلغهم بيه. فندم ربنا يديك الصحة، وإن شاء الله هترجع زي الأول وأحسن كمان. أنا هدخل معاك في الموضوع مباشرة، أنا محتاج لك يا أحمد. مش معنى اني اطلب منك انك تسيب شغلك في الخليج وتيجي تمسك لي شغلي من غير ما اعوضك. ايوه فتحي يا احمد، انا مش بأتمنك على مالي بس، انا بأتمنك على بيتي كمان. اعمار بيد الله، انا عارف حقيقه مرضي، واذا كنت قدرت اكابر السنين اللي فاتت دي فده بفضل الله اللي بعتك لي انا كده. وانا تحت امرك في اي حاجه فتحي بيه. انا عاوزك تنهي كل ارتباطاتك في الشركه اللي انت بتشتغل فيها، ممكن؟ احاول. اذا ما كنتش عارف هات العقد بتاعك وانا ابعته للمحامي بتاعي وهو يتصرف معاهم. لا يا فندم، انا ما فيش بيني وبينهم اي مشاكل خالص، بالعكس هم عارفين ان انا واخد اجازه لمده سنه قابله للتجديد. كمان يمكن هم يعني مش متمسكين بيا قوي. يبقى هما ما عرفوش قيمتك حقيقي، او انت ما اديتش الشغل حقه. في الحقيقه يا فندم انا اتسرعت في ارتباطي معاهم بالعمل هناك، لكن بسيطه ان شاء الله كل حاجه ممكن تتصلح. قبل كل شيء ده شيك ب 30,000 جنيه. انا اتفقت مع صاحب عمارة الهرم انه يديك شقه بمقدم بسيط وايجار معقول، وكمان عشان تشتري عربيه تتنقل بيها في الشغل. ايوه يا فندم، بس ده مبلغ كبير قوي، يعني انا هسدده ازاي ومنين؟ لا كبير ولا حاجه، انت خلاص بقيت شريك رسميا في الشركه. انا يا فندم؟ انت فاكر يا احمد مشروع مرسى مطروح اللي كلمتك عنه وطلبت منك انك تدخل معايا شريك فيه؟ ايوه يا فندم، بس المشروع ده ما تمش. وانت عوضت الشركه عنه بثلاث مشاريع في غيابي ونفذتها في وقت قياسي، أظن ده دافع يخليك تدخل شريك معايا ب10% من الأرباح في المشاريع اللي أنت جبتها. بس اللي برجوه منك إن الموضوع ده يفضل سر لغاية ما اجتمع أنا بالموظفين وأقول لهم عليه. الحقيقة يا فندم أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أقول مبروك علينا قبل عليك، ولا لسه متمسك بالسفر تاني؟ خلاص يا فندم، اعتبر موضوع السفر تاني منتهي. Thank you.
والدي العزيز أبو الخير، لقد حاولت جاهدا أن أكيف نفسي مع حياتي الجديدة كما طلبت مني، ولكني لم أستطع. سلامة يا زهرة يا بنتي. أمال حسن أبوكي فين؟ أبويا، أبويا مات يا عم أبو الخير. أبويا مات. يا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعتليش ليه يا زهرة؟ ما بعتليش ليه؟ عموما اقعدي يا بنتي، اقعدي احكي لي اللي حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل يا زهر؟ هقول لك إيه، حد اللي كان السبب، حد على أخويا ابن أمي وأبويا. أخوكي؟ أخوكي ماله راخر؟ راح اتفق مع عماتي وباعوا الأرض بالتوكيل اللي كان مع جوز عماتي وقسموا الفلوس سوا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وبعدين يا زهر؟ ابويا ما دري، عقله شات يا عيني، جري على الاسم وعلى المحامي، ولما تاكد ان ابنه باعه لجوز اخته السكر عالي عليه، ضغط بيه في المستشفيات لحد ما ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اخواته ما قدروش يعملوا له حاجه؟ اخواته اللي حتى ما طلوا عليه وهو راقد في المستشفى، قال ايه؟ المستشفى بعيدة عن العزبة اللي احنا فيها ومحدش يعرف يروحها لوحده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله يا حسن ما كان يستاهل ده كله. احنا برضه ما بعتش لسه يا زهر. يمكن يا بنتي ما استريحش في الحتة اللي راحها، راح حتة تانية، أو يمكن معها جواب وجواب لسه ما وصلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. كله راح، كل حاجة راحت يا عم أبو الخير، حتى القهوة راحت. عرفت اللي حصل يا زهر؟ فضت على هناك قبل ما أجي، ما لقيتش غير الخراب. يا ريت كانت كل حاجة راحت وأبويا اللي فضلني، يا ريته كان فضلني. ده انا ما كان ليش غيره في الدنيا بعد ربنا. ليه يا زهرة تقولي الكلام ده؟ وجوزك فين يا بنتي؟ وانا رحت فين يا زهرة؟ ده انت بنتي والناس كلها عارفة الكلام ده. عموما الحاجة اللي في القهوة في الحفظ والصون انا شلتها لك عندي في المخزن. بقول يا زهرة استراحي انت دلوقتي في شقتك، وبكرة يحلها ربنا. امري الى الله، امري الى الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
يجب أن نهزمهم. يا إلهي. خطيئون. الجميع الجميع. ماذا تفعل هنا؟ ما الذي أتى بك؟ أمر وعليك تنفيذه. الضربة الصاعقة يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. بوسط الزحمة والجو يحتاج تطرب المزاج. مش رايك نغير المواجهة؟ لي هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين. يا طيب القلب وينك؟ حرام تهجر ضيقي. وين ما تاخذك الموجة تلقى خزامة. يعني انت موافق على مشروع شركة علام يا احمد؟ يا فندم سمير علام انسان ممتاز ومهندس وابن مقاول، يعني اكيد هو عارف بيعمل ايه كويس قوي. نور قالت لي انك سألتها عن تمويل المشروع. انا اسف يا فندم، انا كان كل قصدي ان انا اطمن مش اكتر. انا عامل حسابي باذن الله هنفوت على البنك ونقدم المشروع ونطلب عليه سلفة. انا اتصلت بمدير البنك وهو منتظرنا في اي يوم. العشاء جاهز، اتفضل. لا الحقيقه انا مش. لا يا باشمهندس، انت تؤمر وتنهي في المكتب، لكن هنا انا صاحبه الامر. ولا ايه فتحي بيه؟ تمام يا فندم، اتفضل يا باشمهندس، ما تزعلش مننا نائب رئيس مجلس اداره امال. طب بس ممكن حضرتك تمدي لي الاوراق دي عشان بكره الصبح لازم تكون في المحافظه. عندك حق، 5 دقايق يا نور ونحصلك. 5 دقايق بس بالكتير عشان الاكل ما يبردش. على فكرة يا أحمد، أنا متشكر قوي على المجهود اللي أنت بتبذله مع نور عشان تعلم شغلتنا. هي حكت لي على كل حاجة. ربنا يخليها لك يا فندم. تعرف يا أحمد، أنا عمري ما تمنيت إن يبقى لي ولد. نور عندي أحسن من 100 ولد. 5 دقايق خلصوا، اتفضل. إحنا ما نعرفش نعزم يا باشمهندس البيت بيتك. صف ده إيه يا زهر؟ تسيبي بيتك وحالك وتروحي فين؟ هروح عند خالتي في اسكندريه، انا ما اقدرش اعيش هنا لوحدي. زهره عندها حق يا بالخير، وانا ان كنت اقدر كنت قعدت معاها لحد ما ولدت وقامت بالسلامه، لكن اديك شايف فؤاد سابنا وسافر البلد وقال عدولي. طب افرضي جوزك جه؟ افرضي بعت يا زهره. البركه فيك انت بقى، تبقى ترد عليه وتحكي له اللي حصل وتدي له عنواني في اسكندريه. على عيني يا اختي، بس العيال لسه صغيرين. عيال مين ياما؟ انا مش راجع البلد تاني كده برضو يا فهمي، وتسيبنا انا واختك نسافر لحد البلد لوحدينا. خلاص ياما، انا هروح اوصلكم وارجع لهنا. ترجع هنا تعمل ايه يا فهمي؟ اعمل ايه؟ افتح قهوه جديده، ان ما كانش النهارده يبقى بكره باذن الله، لكن انا مش ماشي من هنا. اسمع يا فهمي، اوعى تبعد عن ابوك، ده الاب غالي قوي ما تعوضش ابدا. خلاص يا زهرة، خلاص ما تضايقيش نفسك. شوف انت عاوزه تسافري امتى وانا بنفسي حوصلك للبيت بيت خالتك في اسكندريه، تولدي وتجيبي المولود وترجعي، ويكون بامر الله احمد رجع بالسلامه. الو، اهلا اهلا يا معلم، ازيك انت؟ ايوه طبعا فاكرك. الشيك؟ ايوه فتحي بيه قال لي عليه. انت برضو بتتكلم من البنك؟ طب بقول ايه يا معلم، خليك انت في البنك وانا هبعت لك فاروق موظف الحسابات بتاعنا. ايوه عشان يدفع لك المبلغ، هما 3000 جنيه مش كده؟ لا خليك انت عندك وانا هتصرف. طيب يا معلم، مع السلامه. ايوه دات، اطلبي لي مدام رجاء في البنك.
الو، اهلا يا مدام رجاء، ازيك؟ بقول يا مدام رجاء، فاروق هيجي لك دلوقتي عشان يصرف شيك، بيخليه يتصل بيا قبل ما يرجع الشركه. ايه؟ جه وصرف الشيك ومشي؟ اه. كم؟ 5250؟ ازاي يا مدام رجاء؟ دول 5000 جنيه بس. انت متاكده؟ طيب طيب، لا لا لا، متشكر، مع السلامه. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. كام دول يا استاذ فاروق؟ 5000 جنيه يا فندم. طب ممكن تديني ايصال السحب؟ الظاهر اني نسيت اخده من مدام رجاء، بعد اذن حضرتك اوصل البنك واجيبه. لا لا لا، اتفضل انت على مكتبك. حاضر. وابعت لي الاستاذ فرغالي لو سمحت. حاضر. الو، اهلا يا معلم. انا اسف يا معلم، بس الاستاذ فاروق مشي من البنك. بقول ايه يا معلم، ممكن حضرتك تعدي عليا او ابعت لي الشيك وانا هصرفه لك كاش. طيب يا معلم، متشكر قوي، مع السلامه. ادخل. حضرتك بعت لي يا فندم؟ ايوه يا استاذ فرغالي، اتفضل اقعد. خير يا باشمهندس. قول يا استاذ فرغالي، هو الاستاذ فاروق بقاله بيشتغل عندنا هنا قد ايه؟ حوالي 5 شهور يا فندم. طب وهو مين اللي عينه هنا في الشركه؟ والله يا فندم هو تعين عن طريق اعلان في الجورنال. في حاجه يا فندم؟ لا ابدا ابدا، بس ممكن تجيب لي كل دفاتر الحسابات عشان عاوز اراجعها. حاضر يا فندم، من عينيا. عن اذن سعادتك. وداد، اطلبي لي مدام رجاء في البنك واساليها اذا كان فاروق اخذ ايصال السحب ولا نسيه. ايوه ايوه، انا معاكي على التليفون. ايه يا وداد؟ مدام رجاء روحت؟ طيب متشكر. هات الدفاتر اللي عندك يا فاروق. كلها ليه؟ الباشمهندس عايز يراجع الحسابات. والباشمهندس ماله ومال الحسابات؟ والله بقى روح اساله، هات الدفاتر بقى خلينا نخلص. اتفضل يا استاذ فرغالي. كل الدفاتر اللي طلبتها يا فندم ومعاها اذونات الصرف. متشكر يا استاذ فرغالي. مساء الخير يا فندم. معلش متاسفه قوي، بس عندي مشكله غريبه قوي في المزرعه. ايه خير يا باشمهندس؟ شوف حضرتك، اوضه التخزين دي فرقت معايا على الطبيعه 4 متر مربع، مش عارفه ازاي. طب اتفضل انت يا استاذ فرغالي وسيب لي انا الدفاتر دي، انا هاخدها معايا البيت وراجعها الليله. حاضر يا فندم. انا متهيألي يا فندم اللي رفع المقاسات ما عملش حساب الممر اللي هنا. الحقيقه يا باشمهندس انا مش هقدر ارد عليكي الا لما اروح اشوف بنفسي وارفع المقاسات تاني. طب بعد اذنك ساعه واحده بس، اروح اغدي الولد واروح على هناك على طول.
طب بقول ايه؟ هسبقك انا وانت بيحصليني على محلك. تحب تاخد الرسومات معاك؟ يكون احسن برضه. مع السلامه. الله يسلمك. ما قالكش كان عايز الدفاتر ليه؟ أكيد المهندس فتحي طلبهم عشان نرجعهم، مش كان مسافر؟ وبعدين أنت قلقان ليه؟ مش حساباتك مظبوطة؟ على قدك يا أستاذ فرغلي، أنت مش بتأيد كل حاجة بإيدك في الحافظة؟ أمال أنت مش على بعضك ليه؟ أصلها يعني أول مرة حد يراجع عليا من يوم ما اشتغلت هنا. طب اقعد بقى أشوف شغلك عشان أشوف شغل أنا كمان. شوف مين؟ الباشمهندس احمد ابو النصر موجود. نقول له مين؟ مساء الخير يا باشمهندس. انت رايح فين يا غير عينت؟ سيبه يا فراج. خير يا فاروق؟ حصل حاجه في الشركه؟ انا في عرضك يا باشمهندس، ما ترجعنيش السجن تاني. انت كنت في السجن يا فاروق؟ انت يا غير عينت جاي تحكي لنا قصه حياتك في نصاص اللي قالي؟ سيبه يا فراج، روح اعمل لنا شاي. يلا اقعد يا فاروق. يقعد فين يا باشمهندس؟ دي رد سكون. حد عارف ان كان حرامي ولا قتال قتله؟ يلا يا اخوي، يلا يا حبيبي. وبعدين معاك، قلت لك سيبه، روح اعمل لنا شاي. واسيبك قاعد معاه لوحدك؟ يا بني ادم افهم، ده الاستاذ فاروق امين الخزنه عندنا في الشركه. امين؟ ما هو باين. طب يلا يا فراج، روح اعمل لنا شاي بقى. اقعد يا فاروق اقعد. قبل كل شيء ادي المبلغ كله اللي انا خدته من البنك. حضرتك رجعه لحساب الست نور وحساب الشركه وحساب فتحي بيه. كل مبلغ مكتوب عليه على الظرف رقم. انت خدت الفلوس دي ازاي؟ انا هحكي لحضرتك كل حاجه، بس الاول اوعدني انك تسامحني. اعمل معروف، ده انا بقى عندي عيلين والتالت جاي في السكه. اوعدك ده ايه؟ مش لما افهم ايه الحكايه الاول؟ واخدت الفلوس دي من البنك ازاي؟ انا هحكي لحضرتك الحكايه. الشاي، حط الشاي عندك هنا يا فراج، وسيبنا لوحدينا شويه. برضو ربنا يستر. خد يا فاروق اشرب واهدى كده عشان اعرف افهم منك ايه الحكايه. انا مش عايز ادخل السجن تاني يا باشمهندس، اعمل معروف. انت دخلت السجن بتهمه ايه؟ انا اول ما اتحركت اشتغلت عند واحد مقاول في القناطر. وقتها كان عمري 22 سنة، أبويا متوفي وأمي كانت بتجري عليا أنا وإخواتي البنات. وفي يوم رحت للمحاسب عشان أودي له الدفاتر والمستندات، اكتشفت إن في مستند مهم جدا ضايع. خفت أقول لصاحب الشغل لحسن يرفدني، خصوصا إني كنت لسه متجوز. فرحت لواحد صاحبي من أيام المدرسة، كنت عارف إنه شقي ويعرف يتصرف. وفعلا خدني عند واحد معرفته وعمل لي نسخة من المستند ده. عملهولك ازاي؟ يعني زورهولي. يعني انت دخلت السجن بقى بتهمة التزوير؟ لا يا باشمهندس، المستند ده عدى والحكاية كلها كانت ممكن تعدي على كده، لكن الشيطان بقى مادام لقي سكة عند واحد ما بيسيبوش. امال ايه اللي حصل تاني؟ عرفت سكة المزور ده، خليته يمضيلي على اذن صرف بدل المقاول. لكن الراجل لما اكتشف ان الفلوس نقصت ابتدى يفتش ورايا، قمت قطعت المستند المزور ده. لكن هو بقى ما سابنيش واتهمني بتبديد العهده. وفعلا خدت 3 سنين حبس. لما دخلت السجن كانت مراتي حامل، ولما خرجت ما شفتش ابني الا بعد ما بقى عنده 2 سنين. ومن وقتها حلفت اني مش ممكن ارجع للحرام تاني ابدا. امال ايه اللي رجعك؟ غصب عني، امي توفت وبقيت المسؤول الوحيد عن اخواتي البنات الاثنين، اللي عايزه تتجوز واللي عايزه تكمل تعليمها.
يعني مفيش سكة تانية غير الحرام؟ لحظة ضعف يا باشمهندس، بس أنا خلاص فقت منها والدليل قدامك أهو. أنا جاي لك بنفسي ومعايا كل قرش حرام خدته من الشركة، سواء عن طريق أذونات الصرف المزورة أو عن طريق الشيكات. ساعدني أعمل معروف، أنا لو دخلت السجن تاني إخواتي وولادي هيضيعوا. أبوس إيدك يا باشمهندس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أساعدك إزاي بس؟ ثم أنا إيش عرفني إن المبلغ اللي أنت جايبه ده هو كل اللي أنت خدته عن طريق التزوير؟ تعال معايا عند الحنش وأنا أثبت لك إن كل كلامي صح. حنش؟ ده اللي بيزور لك التوقيعات؟ هو ده بقى اللي انت عاوزني اثق في كلامه؟ طيب روح له حضرتك لوحدك، هو عنده مطبعة هناك والناس كلها عارفاه، ممكن حضرتك تسأله من ورايا. يا بني ادم افهم افهم، انا ايه اللي يوديني عند راجل مزور نصاب؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجة، الدفاتر كلها موجودة عند حضرتك في الشركة، والشنطة دي فيها صور الشيكات المزورة، وفيها كمان شيكات فاضية كنت ناوي استخدمها بعد كده، بس انا والله تبت وربنا يشهد على كلامي. اعمل معروف يا باشمهندس، اذا ما كانش عشان خاطر انا يبقى عشان خاطر الغلابة اللي ورايا، دول ما لهمش ذنب في حاجة، ويا بخت من قدر وعفي. اسمع فاروق، انا هديك فرصة تانية عشان تعيش في الحلال، بس على شرط. امر سيادتك، انا مستعد لكل حاجة من غير ما اعرف ايه هو. بكرة الصبح استقالتك تكون على مكتبي. وده رد المحافظة على الجواب. أنا تعبان النهاردة، أنا وكفاية بقى. مش أحمد شاف الأوراق دي كلها؟ طبعا شافها ومضى عليها. طيب عاوزاني أشوفها ليه تاني؟ أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة يا فتحي، ولو إني خايفة لا تكون متضايق من كلامي. والله إذا كان كلامك معقول إيه اللي هيضايقني؟ انت مش شايف انك اتسرعت شويه في موضوع عقد احمد ابو النصر؟ اتسرعت ولا اتاخرت على الاقل سنتين؟ ليه بتقولي كده يا ماما؟ احمد انسان ممتاز، ولولا فعلا ما كانش حد عارف الشركه هيحصل لها ايه. انا ما بنكرش انه ممتاز، يديله مرتب كبير، بس ايه مش يبقى شريكه في الشركه؟ احمد شريك في الارباح بس مش في راس المال، ومش معقول الراجل يضحي بشغله ومكافئات اللي ممكن ياخدها عشان يقف جنبي، وبعدين انا اديله مرتب كبير بس. بعدين يا ماما النهارده احنا اللي محتاجين لاحمد ابو النصر، مش هو اللي محتاج لنا. بعدين انا حاسه ان ليلى ممكن تسيبنا في اي وقت. ليلى؟ ايه اللي خلاك تقولي كده؟ جوزها مش عايزها تشتغل، هو وافق بس لان احنا كنا في ورطه، ولان انا كنت تقريبا لوحدي في المكتب. طب ايه المشكله؟ ليلى تمشي، الف تيجي بدلها. يا سرايا قلتلك قبل كده مش مهم ألف ولا ألفين اللي يشتغلوا، المهم مين اللي يجي ويشتغل. عموما ما تقلقيش يا ماما، أنا بقيت فاهمة الشغل كويس جدا، والفضل للبشمهندس أحمد، لو كانت نيته مش كويسة ما كانش بذل كل المجهود ده معايا ولا في تعليمي. عن إذنكم بقى أحسن أتأخرت على المكتب. طيب يا حبيبتي اطلع البسي وروح على المكتب. فتحي، انت مش ملاحظ انها بتدافع عن احمد ابو النصر زيادة عن اللزوم؟ وماله، هو احمد ما يستاهلش انه يلاقي حد يدافع عنه؟ قصدك ايه؟ اوعى تقول انك موافق انهم يتجوزوا. انت عندك مانع؟ معقولة؟ بعد العرسان اللي تقدموا لها دول كلهم تتجوز احمد ابو النصر اللي انا وانت عارفين ان عيلته ناس على قدهم؟ على فكرة احنا يوم ما اتجوزنا كان في جيبي 100 جنيه بس كنت واخدهم من ابويا، وكان مرتبي 24 جنيه على ما اذكر. انا كنت حاسه من الاول، من ساعه ما فكرت ادخله شريك معاك، لكن انا بقى مش موافقه على الشركه دي، وبنتي انا الف واحد يتمناها. وانا مش عاوز غير احمد ابو النصر، ولما كنتش حاسس ان ده راي نور ما كنتش اتصرفت كده ابدا. خلاص بنتك كنت حر فيها. احنا هنتخانق على ايه؟ احمد لمح لي بس. لمح لك؟ خلاص؟ هو انا بقيت اخر من يعلم؟ يا لك عرس بنتك وتقول لها حاجة. ليلى عرسيمان يا أحمد رجعنا تدخلين إيمان لسانه طويل وصاير نادب لي في كل شيء. الحين بديت تحس؟ فاطمة شلون تقول لي هاردة؟
لا انت مسؤول عني ولا حد وصاك عليكي. هو من حقي يا عبد. من حقك. أنا من زمان كنت أتمنى أشوفكم حاطين يدكم في يد بعض. السديم يوميا الخامسة والنصف مساء على قناة ذكريات. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على؟ هذه مصيبة. تبغى تتخلص مني؟ طيب أنا قاعد الحشيش، أنت ليش ما تردين على ليش؟ حميت. قالوا على حاله وعلى سيارتي. ضربتيني في عيشك. والله أنت اللي عيشتك تقابل. أرجوك يكفيني العذاب اللي عم عايشه في اليوم. هون حياة جديدة، الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده بره خالص. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاك. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. ذكريات منوعة الجمعة 11 مساء على قناة ذكريات. الدين هو علم بالله. لأن الجسم إذا زرعت فيه حاجة غريبة هو في جهاز مناعي جوه الجسم يرفضها على طول. ربنا ضرب لنا مثلا نشوفه بعنينا عن الحياة وهي بتطلع بعد الموت. في متركب صيانة جوه المخ تصلح جميع هذه الأخطاء تلقائيا. الإنسان العربي الجديد اللي بيجمع في نفسه بين العلم وبين الإيمان. العلم والإيمان السبت 11 مساء على قناة ذكريات. قبل ما تنزلي تقولي صباح الخير الاول. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح كل الحاجات الحلوه. لا الحكايه فيها ان هي ان بس دي ان واخواتها، ولو ما لحقتنيش الحكايه هتبقى في خبر كان. فالصدوره دي بقى ولا غنوه؟ هي حدوته
بس لسه بتبتدي، ممكن بفضلك تكمل وممكن من غيرك تنتهي. الله، دي فزوره ومعقده قوي. ليلى، احمد خطبني من بابا. اقول لك ايه يا زهر، ما تستني يا اختي شويه لحد جوزك ما يبعد، ولا حتى تعرفي عنوانه، وبعدين تبقي تسافري. طب اقعد فين واعيش منين؟ طب ما هو افرض انت سافرتي من هنا وهو بعت ولا جه، يبقى الحل ايه؟ عم ابو الخير والحناوي وكل الناس هنا معاها عنوان، يعني اكيد هنعترف بعض. لكن قولي لي انا اعمل ايه؟ اديك انت مسافره، مين يراعيني لما اولد؟ وغير كده يا مفهم، صعب قوي على ست زي تعيش لوحدها في مكان ملهاش حد فيه. طب ما يا اختي يمكن اخوك. اسكتي اسكتي يا مفهمي، ما تكبريش سيرته. كفايه اللي عمله في ابويا. ربنا يسوقك يا ابو الخير وتكون جايب معاك اخبار كويسه. برضه ما تاخذنيش يا عم ابو الخير، صعب قوي ان احنا نلاقيه، ده احنا زي ما نكون بندور على ابره في كوم قش. بس اكيد يا معلم في طريقه نعطر عليه بيها. طب وليه ما تقولش يا عم ابو الخير ان هو اساسا مش عايزنا نعطر فيه؟ لا لا يا معلم، لا مش احمد اللي يعمل كده ابدا، ده راجل سافر متغرب عشان يجيب فلوس ويرحم حماه من وقفه القهوه وبهدلتها. طب فسرها لي انت بقى، واحد يسافر ويسيب مراته 3-4 اشهر من غير لا حس ولا خبر، معناته ايه ده؟ وهو اكيد باع جواب، بس تلاقي الجواب ضاع في البوسطه. او جايز ربنا ما وفقوش في الشغلانه اللي هو رايح لها ومكسوف يبعت لنا الكلام ده. هو ده الصح، احمد اصله حسيس، تلاقيه ما عرفش يدبر نفسه. قال استنى شويه لما ربنا يفرجها وابعت لهم مره واحده. على العموم هو لو ما بعتش من هنا لحد اخر الشهر انا عندي حل تاني. الحل ليه يا معلم يا معروف؟ على العموم انا هنزل مصر اخر الشهر باذن الله، هعدي هناك على السفاره واخليهم يدوروا عليه. انا اصلا عملتها مع عمال معايا قبل كده، دلوني عليهم اول ما لقوهم. هي دي فكره كويسه يا معلم حلاوي، واذا انت ما قدرتش تسافر لاي سبب من الاسباب اسافر انا باذن الله واسعى عليه في كل السفارات. السلام عليكم. اهلا اهلا يا باشمهندس، اتفضلي. خير؟ في اي مشاكل في المزرعه؟ لا كله تمام والحمد لله، بس كنت عايزاك تفوت على مقاول الانفار. اطمني، جاني لحد هنا وانا عملت له كل اللي هو عاوزه. على فكره الف مبروك. عايزاك تفهم حاجه مهمه قوي، ان مهندس فتحي ونور في صفه، وده شيء مهم جدا. انت انسان تستاهل كل خير، مع اني يعني زعلان عشان ما سمعتش الخبر منك انت. الحقيقه فتحي بيه هو اللي طلب مني ان الموضوع يفضل سر بينه لغايه لما هو يقوله للموظفين. سر حتى على نور؟ هي قالت لك انها زعلانه؟ بالعكس، انت كبرت في نظرها جدا. نور انسانه ممتازه وتستاهل كل خير. صب اجازه يا باشمهندس. طيب اسيبكم تشوفوا شغلكم عشان اروح اشوف شغلي. سلام عليكم. مع السلامه. صب اجازه يا بيه. صبت انت راخ، روح من قدامي دلوقتي. هي ليلى كانت بتقول لي مبروك عليه. وانا ايش عرفتني؟ انا اسف، بس الحقيقه يعني الباشمهندس كان طلب مني ان الموضوع ده يفضل سر بيني وبينه. إيه خلاص، ما دام ده راي بابا انا لازم احترم. يعني ما تزعلانة مني؟ ازعل منك ليه؟ إيه الطبيعي ان الموضوع ده تناقشه مع بابا مش معايا انا، والطبيعي كمان
ان انا اعرفه من بابا مش من اي حد تاني. انا بس خفت يعني لا تفتكري ان انا بستغل اي موقف زي مثلا مرض فتحي بيه او وضع الشركه المادي عشان اضغط بيه على السيد الوالد. ما اظنش يا احمد ان انت ممكن تفكر بالشكل ده. انا واثقه انك اكبر من كده بكتير. صباح الخير. صباح الخير سمير. مش معقول. عبد الله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك انت؟ وازيك يا باشمهندسه؟ وازاي الاستاذ فتحي؟ الحمد لله على السلامه. ازاي احسان؟ اوعى تكون ما جبتهاش معاك. هو انا اقدر راجل بلد من غيرها؟ على فكره اتصلت النهارده الصبح بفتحي بيه وحفوت عليه بالليل انا واحمد، ويا احسان هتكون معايا ان شاء الله. طيب هايل، يبقى اشوفكم بالليل ان شاء الله في البيت. الحمد لله على السلامه مره تانية. متشكر، مع السلامه. ايه نحن هنا ونحن هناك. الله الله، طب ما تاخد خطوه ايجابيه قبل ما حد تاني يسبقك. تفتكر ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل وما يحصلش ليه؟ مش عارف كده، انا عندي احساس انه حلم بعيد وصعب تحقيقه. لا، انا عندي احساس انه قريب جدا. انت لو سمعت فتحي بيه وهو بيتكلم عنك ازاي وبيثق فيك قد ايه ما كنتش قلت صعبه ولا حاجه. احسان اجيب لك بسبوسه ولا عامله رجيم؟ والبسبوسه مالها ومال الرجيم؟ المهم يكون عليها قشطه كتير علشان ما تدخلش. مراتي طول ما احنا في البيت بتواظب على الرجيم، اول ما نخرج او نزور حد بتنسى الحكايه دي خالص. انت هتقول يا باشمهندس ده احنا في لندن وردتني جميع انواع المطاعم، الياباني والصيني والمغربي والمكسيكي. الحمد لله كنت بفسحك. قوليلي، اشتريتي الفستان اللي كنت عايزاه اخر يوم ولا ما لحقتيش؟ الحقيقه ما لحقتش، بس جبت واحد شبهه. لا بقى، ده انت جبتي حاجات كتير من ورايا. تعالي تعالي معايا وريني جبتي ايه. اتفضلي. الحقيقة يا فتحي، إحسان هانم والباشمهندس تعبوا معانا كتير قوي في لندن، دول كانوا نجدة بالنسبة لنا. لكن أحسن حاجة عملتها يا سمير إنك ترجع تشتغل هنا. أنا عمري ما فكرت أعيش برا على طول، بدليل أول ما حبيت أتجوز اتجوزت واحدة من بلدياتي. والمشاريع دي اللي جت هناك جت بالصدفة كده. ده من حسن حظي إنك ترجع تشتغل في نفس الوقت اللي أحمد رجع فيه عشان يشتغل معايا، قصدي معانا. متشكرة يا فتحي بيه. ها، إيه رأيك في زوي بقى؟ حلوة قوي. بس بقى أنا كنت عايزة أخد رأيك أنتي في حاجة أنا جايبها لك. من لندن ولا ألمانيا؟ لا، من مكتبكم. إيه دي بقى؟ من غير لف ولا دوران كده. إيه رأيك في أحمد أبو النصر؟ أحمد أبو النصر؟ بصراحة هو مهندس ممتاز. طب يا ستي، المهندس الممتاز ده بقى عايز يبني مع سعادتك عيلة، إيه رأيك؟ وأنت عرفتي منين؟ من سمير طبعًا، هو أنا عمري شفته إلا من ساعتين عندكم. طيب وأنت رأيك إيه؟ بصراحة واضح إنه كويس قوي. وبعدين سمير قعد يشكر لي فيه من ساعة ما والدك جاب سيرته في لندن، لدرجة إني لما شفته حسيت إني أعرفه من زمان. هو فعلًا إنسان ممتاز، بس أنا عندي مشكلة. مشكلة إيه بقى؟ ماما مش ممكن هتوافق عليه أبدًا، لأنها رسمالي في خيالها عريس تاني خالص، مختلف عن أحمد تمامًا. طيب، سيب أنت الموضوع ده عليا. المهم أنت موافقة؟ مش عارفة. يبقى ألف مبروك. لا لا، مش دلوقتي، لازم أتكلم مع ماما الأول. وترفضوا ليه؟ هو أحمد أبو النصر تعيب؟ بصراحة نور، ممكن تاخد واحد أحسن منه ألف مرة. قولي أغنى منه. إنما غير كده لا، أحمد إنسان ممتاز من جميع الوجوه. برضه ما كانش لازم تتسرع وتقول له إنها موافقة. طب ما هي فعلا موافقة، وأنا حاسس إن فتحي بيه كمان موافق. ولعلمك بقى، فتحي بيه دخل أحمد معاه تقريبا شريك، يعني كلها سنة ولا اتنين وأحواله المالية تتحسن جدا.
كل ده عارفينه، بس اكيد مامتها هيكون لها راي في الموضوع، يعني ممكن ما يتمش. ما تقلقيش، نور عايزه احمد مقتنعه بيه، يعني تقدر تاثر على سوريا هاني. مستحيل مستحيل الجوازه دي تتم. ليه بس يا طنط؟ احمد عريس ممتاز، اي واحده تمناه لبنتها. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ طب ممكن اعرف وجهه نظر حضرتك ايه في الرفض؟ يمكن اطلع غلطانه واقتنع. احمد ده مجرد موظف عند ابوكي، كونه اداله شويه سلطات زياده ده مش معناه ان خلاص بقى من مستوانا. طيب هو بابا اداله سلطات ليه؟ لانه شاطر في شغله، امين في تعاملاته. طيب مطلوب ايه اكتر من كده يا ماما في العريس اللي ممكن حضرتك تختاريهولي؟ مطلوب حاجات كتير قوي مش موجوده عند سي احمد ده. طيب وسعادتي يا ماما مش مهمه بالنسبه لك؟ طب انا بعمل ده كله ليه؟ مش عشان سعادتك. يلا يا نور هنتاخر على الشغل ونتكلم في الموضوع ده بعدين. لا بعدين ولا قبلين، عن اذنكم. وبعدين يا ليلى ما تقلقيش، فتحي بيه لسه هيكلمها. يلا بقى هنتاخر على الشغل وبعدين نترفض. نترفض؟ وده مين ده اللي هيرفدنا؟ العريس طبعا. اسبوع كمان يا زهر، مش شغلانه يعني. يا عم ابو الخير انا ما تفرقش معايا، لكن ذنبها ايه ام فهمي تعطل نفسها جنبي. ما تقوليش كده يا زهر، هو انا عمري انسى جميلك وجميل عم حسن عليا ابدا؟ وبعدين انا مش عايزه اسيبك ابدا يا زهر، ان كان علي انما اعمل ايه في بخت اللي انتوا كلكم عارفينه؟ اهو فؤاد سابني وسافر البلد وقال كام يوم بس وراجع، وبعدين بعت لي قال لي هات العيال وتعالي. انا مش مسافر ياما، يعني مش مسافر اهو الحنا، وعاوزنا نشتغل معاه في المشروع الجديد. والله انت حر بقى، انا هاخد اختك واسافر بيها على البلد، واديك عارف طريقنا، لما تعوزنا بقى تعالى. ولا يهمك يا واد يا فهد، ولو ما كانش الحناوي هيصدم معاك انا بعون الله هشغلك عند اي حد. ما تيجي يا زهره نشوف لنا حته تانيه زي اللي كانت عليها القهوه، ونفتح قهوه جديده، واهي الاراضي موجوده والعده موجوده والحمد لله. يا فهمي الكلام ده ما عادش ينفع النهارده خلاص، المحافظه حطت ايدها على كل الاراضي وقسمتها، وبعدين انا كمان ما اقدرش اعمل حاجه زي دي من غير ما اقول لاحمد. هو فين احمد بس عشان نقول له؟ خبريه يا فهمي، هو احمد اول واحد ولا اخر واحد يسافر ويتاخر في انه يبعت يقول هو فين؟ شوف يا زهره، من هنا لغايه ما الحناوي يرجع يعدلها ربنا، وانت يا ام فهمي كملي جميلك وخليكي معاها اليومين دول. وماله يا اخويا، ما دام كام يوم بس نستنى. وبقول يعني يا زهره، المفروض نبعت لخالتك في اسكندريه ان انت رايحه لها، مش جايز جدت لها ظروف ولا حاجه؟ اما بالخير انا هروح انا وبختي بقى. شوفي بقى يا زهر، لا مؤاخذه يا اختي انا اقرب لك من خالتك اللي بقالك سنين لا رحت لها ولا شفتيه. برضه ام فهمي اسمها خالتي اخت امي. اسم الله، لا مؤاخذه برضه، هو كان عماتك اخوات ابوكي عملوا لك ايه؟ اقول لكم انا مش هروح في اي حته، هفضل قاعده في بيتي لحد جوزي ما يرجع. ده كلام برضه يا زهره؟ ومين يا اختي يراعيكي لو ولدتي ولد ولا بنت؟ انت تيجي معايا يا اختي البلد، ولما تقومي بالسلامه ابقي ارجعي بيتك زي ما انت عايزه. انا مع ام فهمي في الكلام ده يا زهر، واذا كان على السكن هناك خدي مفتاح بيتي اهو فاضي وجنب بيت ام فهمي على طول. ما تشغلش بالك بيا يا عم بالخير، انا مش هروح في اي حته، هفضل قاعده هنا في بيتي. امال نشغل بالنا بمين بس يا زهر؟ ده انت امانه في رقبتنا، ان كان عم حسن الله يرحمه ولا من ناحيه الباشمهندس اللي سافر وسابك في وسطي. خلاص ياما اقعد انت مع زهرة لحد ما تولد، وانا هسافر لابويا البلد اشرح له الحكايه واللي يحصل يحصل بقى. وانا يا فهمي ما رضاش ان يكون السبب في زعل يحصل بين امك وابوك. خلاص انا مش منقوله من هني الا ورجلي على رجلك، ولا ان كان بقى يرضيك انك تيتمي العيال من ابوهم وهو لسه عايش، بلاش اسافر وخليني قاعده جنبك هين. عموما يا زهرة احنا مش هنعمل الا اللي يرضيك. اللي تشوفوه انا موافقه عليه يا عم بالخير.